علمت أسامي الرسل فهي صحيفة في اللوح واسم محمد طغرى في اللوح واسم محمد طغرى. يا لسعد أبيك وأمك تحشي التراب فيصير ذهبا أنت والثراء على موعد في مقتبل الأيام. حكيم بن حزام. يا لسعد أبيك وأمك ستكون داهية زمانك. وأنت سيطنيك زمانك. من الفتى القادم؟ محمد بن عبد الله. قربه لي، قربه لي لأعتاف له. أنا عائف لهب من أسد شنوة، لي بصر حديد وباع في العيافة مديد. ما اسمه؟ محمد. لماذا هرب مني؟ سأعتاف له بالأخداع. لماذا هرب مني؟ ويحك يا عائف لهب، ما هذا الذي تفعله؟ ما الذي أصابه؟ ويحكم، أين الفتى؟ أين الفتى اليتيم محمد؟ ويحكم، دعوني أنظر إليه، دعوني أنظر إليه. الفتى اليتيم محمد. والله لا يكونن له شأن. ردوه لي. يا بني هاشم، يا بني عبد المطلب، لقد مات عبد المطلب وهو سيد مكة. لا ترى العرب سيدا سواه. لقد كان والدي والله الملك غير المتوج. لا تاج في مكة. اسمعوا مني يا أولاد أخي، اسمعوا من عمكم. قل يا عمه. نحن أهل بيت ورثنا المجد كابرا عن كابر، فينا سيادة قريش وهي لنا، لا نتركها لسوانا. صدقت يا عمه. كان جدكم قصي سيد قومه، إليه آلت شؤون مكة والبيت الحرام، فسن لقريش سننها من سدانة وحجابة ودار ندوة وسقاية ورفادة. وتعرفون ما كان منا ومن أبناء عمنا يوم اصطف الناس وتهيأوا للقتال بين حلف المطيبين من بني عبد مناف، وكان معهم بنو أسد بن عبد العزة وبنو زهرة بن كلاب وبنو تميم بن مرة وبنو الحارث بن فهر. أقسموا ألا يتخاذلوا ولا يسلم بعضهم بعضا ما بل بحر صوفة. بلى كان ذلك يا عم. وكانت طائفة من قريش مع أبناء عمنا بني عبد الدار بن قصي، وهم بنو مخزوم وبنو سهم وبنو جمح وبنو عدي، هم لعقة الدم أو الأحلاف. وخرج من بين الحلفين عامر بن لؤي ومحارب بن فهر. كان عبد شمس أسن بني عبد مناف، وكاد القوم أن يتداعوا للحرب لولا أن اصطلحوا بأن تكون السيادة والرفادة والسقاية لبني عبد مناف، فصارت لهاشم وبعدها لعبد المطلب. يا عم، لقد كانوا ذا ثراء ونعمة، أما وقد كثر الأبناء والأحفاد فلا بد أن تعيننا قريش بمالها كي نفي الحجيج
ونقدر على سقايتهم وضيافتهم. أبي ترك السقاية لي، أي إن بساتين الطائف عائدة إلي كي أحلي بزبيبها ماء الأحواض للحجيج. بلى، لقد ترك أبي السقاية للعباس، لكننا بني هاشم لابد أن نعينه. أما الرفادة وأطعام الحجيج فتعودون إلى ما كان عليه جدكم قصي، كان يفرض على قريش فردا من أرزاقها كل عام يستعين به لإطعام الحجيج. لقد افتقرنا يا عماه، ولا نقدر على إطعام حجاج البيت وعماره. تالله يا عماه ما استطعت لن أكلف قريشا من أرزاقهم شيئا، أما إذا أنابني الدهر فأعينوني. سنعينك يا أبا طالب. والله لن تقول العرب إن بني هاشم قصروا بعد موت كبيرهم، هكذا كان هاشم وهكذا كان عبد المطلب، ونحن والله لا نقبل الدنية ولا نأتيها، نجير الملهوف ونصل الرحم ونحدب على الضعيف. يا بني هاشم، لن تترك قريش لكم مجد أبيكم وجدكم. ونحن لن نترك لقريش أن تستل ما لنا من سؤدد. لقد نافر هاشما عبد شمس وفاخر، فقضي لهاشم على عبد شمس، ونافر أمية عبد المطلب فنفره عليه نفيل العدوي. نحن نطعم الحجيج ونقوم على رعايتهم، وهم يتابعون تجارتهم ويكنزون أموالهم، فكيف إذن لهم أن يسودوا علينا؟ يا سادة قريش، مات الآباء والأجداد وبقي الأبناء والأحفاد، وها هي الأحلاف تهتز ولن تعود كما كانت. نحن أبناء عبد مناف لا يجارينا أحد في شرف المجد ورفعة المقام، ولكن أبناء عمنا من بني هاشم يرون أنهم أسياد علينا، فما ترون؟ سلمنا بالسيادة لهاشم وعبد المطلب، أنسلم للحارث وأبي طالب؟ يا سادة قريش، إنما أنتم جميعا من نسل لؤي، ثم إن أبناء قصي أخوة، وأبناء عبد مناف فيهم العدد والشرف، واللاتي لا تكون السيادة ادعاء بل العرب يضعونها موضعها. لا فضل لأحد على أحد من أبناء قصي. مهلا يا عتبة، واللاتي إن العرب كلها تعرف أن هاشما أنقذ قومه في سنة الجوع، وكان عمرو فدعي هاشما، عمرو الذي هشم الثريد لقومه، وأنه في عهد عبد المطلب هزمت الحبش وجاءت الطير الأبابيل فدمرت أبرهة وجيشه، فما لكم تشرئبون؟ إذا كانت لعبد المطلب لسنه وشرفه فإننا وبنيه نتحاذى في الرقب. نحن سادة قريش، وما أظن أحدا يتقدم على أحد في النسب والحسب، لكن الناس تقدم وتؤخر وتسود بقدر ما يقدمون لقومهم، إنما نرجو أن تصفو القلوب. نحن أهل الحرم، وما تعدل العرب بنا أحدا، وبعد غزوة أبرهة طار صيت قريش وعزت، فما يفجر فيها فاجر، فاعتصموا بما تركه لكم آباؤكم، فإن اختلفتم وتنابذتم ذهبت ريحكم. أترككم بخير. إلى أين يا ابن أسد؟ إلى البيت. لن يتقدموا علينا بعد الآن، فنحن الثراء والثروة وأحسابنا أحسابهم، فلما يتشوفون علينا؟ لألوين رأس قريش، ومن يعش يرى يا أبناء العم. بوركت يا ابن العم، بوركت. أنت مساء. تفضل يا ابن عمي. إذن غدا نرحل إلى الشام. عادك رب البيت سالما يا أبا طالب.
بورك فيك يا فاطمة، بورك فيك. أنام الأولاد؟ نعم، ناموا كلهم عدا محمد. يا حبيبي يا محمد، لا ينام إلا بقربي. قولي له إن عمك أيضا لا يلذ له النوم إلا إن كنت قربه. كم تحبه يا أبا طالب؟ والله يا فاطمة لا أدري إن كان حبي هو أكبر أم عطفي وشفقتي عليه. مذ عرف أنك سترحل غدا إلى الشام، ما جفت الدموع في عيني. احدبي عليه يا فاطمة، اليتم يجرح فؤاده. إنه والله لفتى مبارك، إنه مبارك بني هاشم، فلا تجعليه يبتعد عن عينيك. والله يا ابن عمي ليس بأحد من أولادي أحب إلى قلبي من محمد. أعرف يا فاطمة أعرف، ولكنه اليتم يا ابنة العم. قد كبر أولادي واشتد عودهم، وأمي ما تزال على قيد الحياة، واليتم يأخذ في قلبي ما أخذه بعد وفاة أبي عبد المطلب، فكيف بابن أخي محمد؟ كيف؟ يا حارث. ماذا يا ابن عمي؟ أنت الذي ستخرج بتجارة بني هاشم إلى بلاد الشام؟ لا، بل أخي أبو طالب. أبو طالب؟ ولكن أبو لهب هو الذي كان سيخرج منكم. الأمر فينا لأبي طالب. وهل أجمعتم أمركم؟ ولا نخرج عنه أبدا. أماه، أماه، السلام لك يا أماه. أزمعت الرحيل يا ولدي؟ أجل يا أماه، وقد جئت لكي أودعك. ليكن رب الكعبة معك، وفقك الله يا ولدي في مسيرك، في رواحك وإيابك، وبارك لك في تجارتك. أنت يا ولدي سيد قومك وتحتاج إلى المال، فالمال سؤدد. عسى أن تكون هذه الرحلة خيرا يا أماه. ومحمد ماذا فعل؟ إنه مع أولادي وزوجتي فاطمة ترعاه، كما أن حضنته بركة لا تتركه أبدا كما تعلمين. أرسله إلي يا بني فيكون في حجري، فيذكرني بأبي. ويح نفسي على أبي، وأحضنه ريثما تعود من الشام. كما تشائين يا أم، سأكلم فاطمة أن ترسله مع بركة حتى عودتي. بورك فيك يا بني، وأنت تحدب على ابن أخيك كبنيك وتقدمه، فلا تجعله يشعر بمرارة اليتم وحسرة الفقر. تالله يا أماه إني لا أطيق فراقه، إن هذا الغلام يدهشني. لما يا بني؟ لم يتعد 13 بعد، وله عقل الرجال وهمة السادة، لا يتكلم إلا حقا، ولا يلهو كما يلهو الغلمان، أو يعبث كما يعبث الصبيان. صلب العود قوي الجنان، لا يهاب أحدا ولا يتكبر على أحد. كما أنه في صغره يا أمي، في صغره يضع الكلمة مواضعها، ولا يأتي فاحشة لا في لغو ولا في سلوك. والأغرب من هذا أنه يحب العزلة، يحب أن يذهب بقطيعه إلى جبال مكة وحيدا. ولكنني لاحظت أنه لا يهتم لأمر الأصنام في الكعبة، لا يحترمها ولا يبجلها كما يفعل فتية قريش. وهل كلمته في ذلك يا بني؟ كلمته يا أمي، كلمته، فما وقفت له على خبر في هذا الأمر. لكنني عرفت أنه لا يرغب في أصنام الكعبة، لا يسجد لهبل أو العزة أثناء طوافه. شيء غريب يا أمي، ولكنه مع ذلك فهو صافي القلب، صادق الكلمة، يحترم الكبير ويحدب على الصغير. إنه وفي أمين. بلى يا بني، إنه الأمين، وكان أبوه أمينا، وقريش تقول إنه صبي أمين. إنه من بني هاشم يا أمه،
وما قصرت مخزون. أنتم ذروة السنام يا ولدي، لا أحد يرد ذلك عليكم. بوركت يا أمه. لا تنسى ما وصيتك به يا عماه. سأفعل يا عبد العزة، سأفعل. بحفظ هبل ورعايته. أنا أوان الرحيل، لقد تأخر أبو طالب. إنه قادم يا حرب. يا معشر قريش، هذه قافلة الصيف إلى الشام، وهي تحمل حرير الهند وبخور اليمن ولبانة والعاج وصبرس قطرة والتوابل والبرود. يا معشر قريش، سنعود في نهاية الرحلة نحمل لكم من الشام البر والزجاج والنسيج الشامي وخمور الأندرين وأذرعات. أما تأتون معكم بجوار من بنات الأصفر، الشقر الشعور، البيض النحور، الطوال، ذوات الجمال؟ ما تزال على عادتك يا حاسي الذهب. تاجرت بكل شيء، بكل شيء، فما فاض مالي حتى تاجرت بالجواري والإماء، ذوات الرايات، ملان خزائني. يا ابن جدعان، إنك لكريم ثري، لكننا بني هاشم لا نقر التجارة بأجساد الإماء وأبنائهن. ولكن قريش لا تنكره، فكم فتى خرج من تحت أمة وكان نجيبا. أبعدنا الله عن الهجائن. يا أبا طالب، إنه يبكي بحرقة على فراقك. كيف يا سيد بني هاشم؟ لا أدري ماذا أفعل لمحمد. أقول له عمك سيذهب إلى الشام ويعود محملا بألطاف الشام، وسيأتيك بما تقر له عيناك، فيقول لا تقر عيني إلا وعمي قريب مني، انظر إليه، إنه صب بك يا أبا طالب. الله يا بركة، إني لحزين على فراقه، ولكنه ما يزال صغيرا على رحلة صعبة وطويلة. انظر إليه، إنه يبكي بكاء يقطع الأكباد. يا نور عين عمك يا محمد، لتجف دموعك وليطمئن قلبك ولتهدأ نفسك. تالله لن أذهب إلى الشام إلا وأنت معي، لن أفارقك أبدا أبدا. قد أزمعت الرحيل إلى الشام إذن يا ابن الحويرث. بلى يا ورقة، لي تجارة وعندي حلم. اسمع يا عثمان، تعرف أنني أرفض عبادة الأوثان، وأنا هنا بعيد، يمر حبر من هنا وحبر من هناك، يمر يهودي ونصراني، ولا ألتقي أحدا على دين جدنا إبراهيم. الأحناف؟ نعم، الحنيفية دين جدنا إبراهيم، ولكن أهلنا أدخلوا عليها ما ليس فيها. هكذا وجدوا أباءهم. اسمع يا عثمان، أنت صاحب سفر، فلتمس لنا، علنا نجد ما نبحث عنه. سأبحث يا ورقة، سأبحث وسأعود إليك بالخبر. أين تذهب بمحمد يا أبا طالب؟ إلى الشام. كيف يا أخي؟ وهو لا يزال صغيرا، لا يقوى على احتمال مشاق الطريق وعطشها وسغبها وحرارتها. أعده إلى بيتك يا أبا طالب، وسوف نحلب عليه كما تحدث. لا والله لن أتركه أبدا، لقد قال لي عماه لمن تتركني، فانغرست كلمته في صدري كنبل ملتهب، وسالت دمعه على خديه،
دعه لي، ما دام معي فلا تخشى علي. ماذا أقول؟ انتبه له يا أبا طالب، انتبه له جيدا. أتوصيني على محمد يا حارث؟ والله ليس في هذه الدنيا أحب إلى قلبي منه. يا معشر قريش، لقد آن أوان رحلة الصيف إلى الشام، فلننطلق برعاية الآلهة. يا معشر قريش، احفظونا في بيتكم، احفظونا في أهلنا. بالسلامة يا قوم، بالسلامة. أبطأت قافلة مكة، مالها أبطأت؟ أتراه معهم يا بحيرة؟ يا شمعون، اذهب والتمس قافلتهم، هذا موعد قدومهم، آن الأوان لمجيئهم إلى بصرة، فإن لي حاجة عندهم أريد النظر إليها. فاخرج إلى الباب الجنوبي والتمس قافلتهم، فإن كانوا قد جاءوا عد إلي فورا وأخبرني، فإني أنتظر خبرا عنهم بفارغ الصبر. هيا يا شمعون، هيا يا شمعون، هيا. حسنا يا أبتاه. توقفوا. منذ ما يقارب الشهر ونحن نمضي من مكة إلى الشام، أما تزال بصرى بعيدة؟ ليست بعيدة، مسافة فرسخ. إنها أرض الروم وهم أهل كتاب، مثل نصارى نجران. لم يعد فيها من يعبد الأوثان. إن لك شأن يا ابن الحويرث. لا أحد لا شأن له. واسمع يا أبا طالب. قل يا ابن الحويرث. فتى غض الإهاب لم يتجاوز 13، جاء معنا من مكة، لم أسمع منه شكوى ولا رأيت منه تبرما أو جزعا. إنه نسل هاشم. والأعجب من هذا أدبه وشجاعته ودأبه وحياؤه وتحوطه على العير وقيامه على الرحلة قيام رجل مقتدر. ما سمعت منه كلمة في غير محلها. إنه يحتمل أكثر من طاقته يا أبا طالب، لم أرى مثل ابن أخيك. هل تعتاف يا ابن الحويرث؟ من أين لي؟ وأنا لست من بني لهب ولست في أزد شنؤة، ولكنه النظر والتبصر يا أبا طالب، وهذه الوحدة التي يحيط بها نفسه ساكناً سارحاً في البعيد على حدة فكر وصفاء سريرة. ما هذه صفات الفتية في مثل سنه؟ إنها خصال الحكماء. إن لك نظرة يا ابن الحويرث. ابن أخي محمد نجيب ما عرفنا عنه زلة قط. وفوق كل هذا إنه لأمين. بلى، ابن أخي محمد الأمين. ليس من ثروة كالفتى النجيب، رحمة الله على أبيه عبد الله. وعليه من نور النبوة رونق، ومن الخليل وهديه سيما، صباحه ومساؤه بمحمد. أم طالب، يا أم طالب، ماذا يا بركة؟ إلى أين أنت ذاهبة؟ إلى جبل أجياد. إلى جبل أجياد؟ وماذا تفعلين في أجياد؟ ألتمس الركبان يا أم طالب. اشتقت لمحمد؟ وكيف لا أشتاق إليه وأنا أمه تربيه، حضنته طفلا وشهدت دموعه رضيعا وفتى، وربي هذا البيت إن كبدي لا يتفتت عليه. أربعي يا بركة،
الأربع لم يحل موعد قدومهم بعد. أعرف أعرف يا أم طالب، لكنني لا أستطيع دفعا لأشواقي. يا بركة، إن محمدا في الشام مع عمه، وطالله إنني لأشتاق إليه أيضا، ولكن ماذا نفعل؟ ليس لنا إلا الصبر. أعرف، لكنني سأذهب إلى أجياد. غريب أمرك، وماذا تفعلين في أجياد؟ أنظر منها صوب الشام، أتنسم ريح محمد آتية منها. يا لقلبك الوفي، بورك فيك يا بركة، اذهبي. يا إله السماوات والأرض، ما هذا؟ غمامة في عز هذا الصيف تتحرك وحيدة في السماء فوق سحابة الغبار تلك. أيها الراهب، أيها الراهب شمعون، يا شمعون تعال إلي. أبتا يا شمعون، ما أرى إلا أن قافلة العرب من أهل مكة قد أقبلت، فهلم إليها يا بني وتأكد لي. هيا. فإذا كانت القافلة قد أقبلت فماذا أفعل؟ إن تأكدت أنهم قد جاءوا عد إلي من فورك، فإن لي حاجة عند تجار مكة. هيا هيا يا شمعون. أمرك يا أبتاه. هذا العجب العجاب، أيكون هو؟ أيكون هو يا بحيرة النبي المنتظر؟ يا أهل القافلة، يا تجار قريش، لقد اقتربنا من أسوار بصرة ولن يسمح لنا الروم بتجاوزها. سيأتي محتسبهم الآن ويعشر علينا ويأخذ المكس، ولن يسمح لجمل بالعبور. فإن أراد واحد منا الدخول إلى بصرة يدخل، ولكن دون سلاح ولا فرس، فهؤلاء الروم إن غضبوا علينا منعونا من الدخول إلى الشام، وأقله الوصول إلى بصرة، وأنتم تعلمون أنه لا غنى لنا عن قافلة الشام. أهلاً يا أخ العرب، هل وصلت قافلة مكة؟ بلى وصلت، ونحن تجار قريش. أريد أن أسألك، هل في بصرة رهبان يعرفون الله ويفقهون دين النصرانية؟ بلى. مثل من؟ الراهب بحيرة. أنحن وحدنا يا زيد؟ بلى يا ورق، قل. قلبي يحدثني يا زيد، وطالما صدقني قلبي، إن قومنا ليسوا على شيء. أصبت ما في قلبي يا ورقة، فما الذي لديك؟ ويحهم يا زيد، كيف يقولون إننا على دين أبينا إبراهيم، وإنهم ينادون في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك، ثم يقولون لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك، أيشركون اللات والعزى وهبل وسواع ومناة مع الله؟ هذا دين إبراهيم يا زيد؟ لا ورب الكعبة، ماذا نفعل إذن؟ نلتمس دين أبينا إبراهيم سراً أو علانياً؟ بل سراً وتخفياً يا زيد، والله عرف قومنا بنا لرأينا منهم شراً مستطيراً. حتى لو لم نذكر آلهتهم بسوء؟ ليس ذلك فحسب، بل إننا ما نزال لا نعرف وجهة لدين أبينا إبراهيم. لقد خلطوه بما ليس فيه يا زيد، ولعمري لم أعد أعرف الخطأ من الصواب. كان إبراهيم حنيفاً. نعم، فنكون أحنافا مثله، ولكن من أين لنا أن نعرف صلاته ودعاءه؟ نعرف شيئا واحدا، إن الله واحد فنوحده، وأنه الخالق وحده فنسجد له، ولا نسجد لأصنامهم، ولا نأكل من ذبائح تذبح على أنصابهم، ونبتعد عن الفاحشة والفجور وكل ما يسيء للشرف والكرامة من ربا وزنا وكذب وسحر وكهانة. صدقت يا ورقة، ونتحنف في كهوف جبال مكة. بلى، نصلي فيها، ولكن أية صلاة؟
نقول لربنا أنت وحدك ربنا وخالقنا ولا نقر بغير ذلك. أما في مكة سوانا؟ عبيد الله بن جحش، هذا الفتى لا يبتعد عنا، ولسوف أتحدث إليه. وعثمان، عثمان بن الحويرث. عثمان؟ هذا الرجل ممتلئ طموحا؟ إنه مثلنا يا زيد، ولكنه رجل ذو حلم وطموح. لكنني لا أدري بماذا يفكر. لقد ذهب إلى الشام، لعله يأتينا بخبر يفيدنا في أمرنا. ربنا أنر لنا دربنا. يا أهل القافلة، يا أهل القافلة، يا تجار مكة، هذا راهب من بصرة. ماذا تريد أيها الراهب؟ أبتي يدعوكم. أبوك؟ ومن هو أبوك؟ أبتي الراهب بحيرة. من لا يعرف بحيرة؟ العالم العارف العابد. إن أهل المنطقة كلها يجلونه إجلالاً لا حد له، وهو يدعوكم إلى الطعام غداً في الظهيرة راجياً ألا يتخلف منكم أحد، وهو يلح على حضوركم. بورك فيه، ولما إصراره على دعوتنا؟ بحيرة الراهب يدعوكم ويلح في دعوته وتسألون؟ ما كان يفعل هكذا في كل عام نأتي إلى هنا، وهذه أول مرة يدعونا إلى طعامه، بل كنا نمر من تحت صومعته وبالكاد يرانا، فما له هذا العام؟ إن للراهب شأنا عظيما، وأنا سأذهب إلى بصرة. ماذا أقول له؟ قل للراهب بحيرة سنأتيه غدا ولن نخفر دعوته، ولا يتخلف أحد منكم. سيكون ذلك أيها الراهب، سيكون ذلك. بلغ أباك سلامنا وشكرنا. والله يا زيد ما أظن قومنا على شيء، ولسوف أبحث عن دين أبينا إبراهيم. أين ستبحث يا ورقة؟ أما تأخذني معك؟ إذا وصلت إلى شيء سأخبرك بما علمت. ويحهم يا زيد، هم يقولون إن أبينا إبراهيم أقام قواعد البيت بأمر الله الواحد، يطهره، يعده للحجاج والعمار وللمصلين الموحدين لربهم. والأكثر من هذا، فهم يقولون أن عمرو بن لحي قد أحضر الأصنام إلى مكة، ومن قبل لم يكن ولا صنم هناك، وأنه نصب هذا الحجر الذي يسمونه هبل في جوف الكعبة. ويقولون أننا لا نعبد الأصنام، بل نتقرب بها إلى الله زلفى، وكأن الله لا يقربهم إلا إذا تشفعوا لديه بحجر. صدقت يا ورقة، ولكن أتظنهم يتركوننا إذا نحن أعلننا أننا لا ندين بدينهم؟ والله إن الخطاب سيجعل حياتك كابوسا. لنستتر بما يراودنا يا زيد، ولنعتزل ما هم عليه، ولا نسجد لصنم. والله لن آكل الذبائح تذبح على أصنامهم. رباه، لو أعلم أي الوجوه أحب إليك لعبدتك فيه. متى يأتي هؤلاء العرب؟ ألم يأتوا بعد؟ إنهم قادمون يا أبتي، إنهم قادمون. آمل من الرب العظيم المتفرد في العلا بالحكمة والوحدانية أن ألقى بينهم من أنتظر. مرحبا بتجار مكة، تفضلوا أيها السادة، تفضلوا تفضلوا. تفضلوا تفضلوا. ماذا ترون يا سادة قريش؟ أيريد الراهب بحيرة وهو من علية القوم أن يتعلم التجارة، أم يريد أن يحببنا بدينه؟ إنه لأمر عجيب ابن أمية، ما فعلها راهب قط من قبل. إن الرهبان دائما يتلطفون بالأعراب، ولطالما كانت بيعهم وكنائسهم ملاذا للجوع والعطش والمحتاجين. إن للرهبان قلوبا خاشعة ونفوسا تفيض بالرحمة،
تفضلوا أيها السادة، سيدنا بانتظاركم. تفضلوا أيها السادة، تفضلوا. حللتم أهلا ووطئتم سهلا. يا مرحبا بسادة مكة، تفضلوا، شرفتم داري يا أهل البيت الحرام. أو تعرف البيت الحرام أيها الراهب الجليل؟ ومن لا يعرفه يا سيدي، بل أنا أعرف الجزيرة كلها وقبائلها ومعبوداتها، وأحفظ حكاية شهداء الأخدود في نجران، وأعرف أن ذا نواس الملك اليهودي ارتكب ذلك الفعل الشنيع الرهيب، وأن العرب لم يميلوا إلى الدين اليهودي رغم الفظائع والمحاولات التي ارتكبها ذو نواس وسدنته وأحباره. ولم يميلوا إلى النصرانية أيها الراهب المحترم؟ من تكون أيها السيد؟ أنا عبد مناف ابن عبد المطلب ابن هاشم، ويلقبونني بأبي طالب. إذا أنت سيد مكة وابن سيدها. صدقت يا سيدنا. تفضلوا كلوا، كلوا مما يليكم. مائدة عامرة ولا موائد عبد الله بن جدعان. إننا لم نرى مثل هذا قبل اليوم. هنيئا مريئا، تفضلوا كلوا يا أبناء مكة. تبكين يا بركة؟ أنا بكي شيء؟ بلى، إنه الشوق لنور عيني ولدي محمد. بوركت من مولاة حضنت ابن مواليها حتى صارت بمثابة أم له. تالله إنك يا بركة لبركة في بيوت آل عبد المطلب. تراهم يتأخرون بالعودة كثيراً يا أم طالب. رحلة الصيف إلى الشام تقارب الأشهر الثلاثة، ولكن ادعي رب الكعبة يا بركة أن يوفقهم في متجرهم فيربحون ولا يخسرون. سيربحون، سيربحون يا أم طالب. سيربحون؟ أنت متأكدة من ذلك؟ بلى، سيربحون ببركة ولدي محمد. أنت منا، أنت لست مولاة ولا خادمة، أنت من أهل هذا البيت، ومحمد يقول هذا أيضا. ماء عذب قراح وفاكهة يشتهيها المرء بأحلامه. مائدة طيبة مباركة أيها الراهب بحيرة. ولكن يا سيدي، أكل النصارى سواء؟ لا أيها السيد القرشي، بل مذاهب وملل ويختلفون، ووصلت خلافاتهم حد التذابح، بل إن الإمبراطورية تتخذ حتى القتل أحيانا من لا يأخذ بمذهبها الخلق دوني. الأريوسية واللعاقبة مذاهب مضطهدة اضطهادا عنيفا، بل إن القبط والحبشة في خلاف مرير ودائم مع مذهب بيزنطة. ولكن بالله عليكم قولوا لي، هل جئتم كلكم إلى دعوتي؟ أقصد، ألم تتركوا أحدا خلفكم؟ من قريش لم يبق أحد، أتينا جميعا، اللهم إلا فتى صغيرا تركناه في رحلنا وبين عبيدنا. فتى صغير؟ ألم أرجوكم ألا يغيبن عن دعوتي أحد من أهل مكة؟ يا شمعون، اذهب إليه وأحضره. واللاتي إنه للئم منا أن تركنا الفتى في رحالنا وأتينا. لكنه فتى صغير، لم نتوقع أنك ترغب بوجوده معنا فتركناه في الركب. من أبوه منكم؟ أبو طالب،
أنت أبوه يا سيدي؟ لا بل عمه. أبوه وأمه متاع، فكفله جده عبد المطلب ثم كفلته أنا. وتالله إنه أحب أولادي إليه. وتتركه في الركب؟ تالله لا أحب فراقه، ومن أجل هذا أتيت به إلى الشام. ولكنني خشيت أن يقول أبناء عمي أتى به إلى مائدة سادة قريش. كم عمره؟ وهل مات أبوه قبل أمه أم؟ إنه يقترب من 13. مات أبوه وهو جنين في بطن أمه، وماتت أمه ولم يكمل 6 بعد. ربه، أيكون هو النبي المنتظر المنحنى ما كما جاء في الإنجيل؟ أيكون بشارة أخيه عيسى؟ أتكتحل عيون بحيرة بمرآه قبل الموت؟ ما بك أيها الراهب؟ تكثر السؤال عن الفتى، أرابك منه شيء؟ أنت تعرف الرهبان كم تتوجع قلوبهم لليتامى. تالله ما من لؤم بعد ما فعلناه، كيف تركناه وأتينا؟ هذا هو البيت يا سيدي الفتى. تعال يا ولدي تعال. هذا هو ابن أخيك يا أبا طالب؟ نعم إنه ابن أخي محمد. محمد، ما للراهب بحيرة يكثر اهتمامه بمحمد وقد غفل عنا جميعا؟ نعمة دائمة أيها الراهب الجليل. ما لكم؟ كلوا هنيئا مريئا. شكرا لك، لقد شبعنا، تجار القافلة ينتظرون. مشكور أيها الراهب، مشكور. أبا طالب، لي كلام أقوله لك. ماذا يريد الراهب من أبي طالب؟ بل ماذا يريد من ابن أخيه محمد؟ يا أبا طالب، ارجع بابن أخيك محمد إلى بلده واحذر عليه اليهود، فوالله لئن رأوه وعرفوا منه ما عرفت ليبلغنه شر. وكذلك احذر عليه أهل مكة، فإن فيها من يريد له الشر أيضا، فإنه كائن لابن أخيك شأن عظيم، فأسرع به إلى بلده. هيا. علمت أسامي الرسل فهي صحيفة في اللوح واسم محمد طغرى، في اللوح واسم محمد طغرى.